هي يده العسكرية التي يستخدمها النظام اليمني لقمع الثورة السلمية. فمنذ بداية الثورة كان الحرس الجمهوري بقيادة أحمد نجلي علي عبد الله صالح الأداة التي يواجه بها المظاهرات بالقوة. اليوم أصبح الحرس أيضا مرشحا لتسلم السلطة في البلاد إذا تنحى صالح. هذا ما ألمح إليه الأخير ورأت فيه المعارضة تكريسا لمبدأ التوريث المرفوض تماما بالنسبة لها. ولم يكد يمضي يوم على تصريحات صالح الأخيرة في هذه حتى كان الحرس في مرمى الاستهداف. أفراد من قبائل موالية للثورة استولوا على اللواء 63 التابع للحرس في منطقة بني الحارث شمال صنعاء بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وفق مصادر قبلية. المصادر أكدت أيضا مقتل ضابط في العملية. تطور أمني لافت كما يراه البعض من حيث الزمان والمكان، فهو يأتي بعد يوم من انشقاق مئات من قوات الحرس الجمهوري وانضمامهم إلى الثوار. كذلك تعتبر منطقة شمال صنعاء من المناطق الاستراتيجية، خاصة وأن سيطرة النظام عليها كانت تمنع قوات اللواء المنشق علي محسن الأحمر الموجودة شمال البلاد من الالتحام بقواته المنتشرة في صنعاء. تطورات تزامنت مع استمرار التظاهرات المطالبة بتنحي صالح ومحاكمته. المحتجون خرجوا في مدن عدة بينها صنعاء وإب والبيضاء. لم تقنعهم مواقف بعض المعارضين الذين تحدثوا مؤخرا عن تقدم في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة وانحصار الخلاف في الطرف الذي سيسيطر على الجيش في الفترة الانتقالية. خرجوا ليؤكدوا أن ثورتهم السلمية مستمرة لحين تحقيق كامل أهدافها.